رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة الإنجاز الأول من نوعه لرياضة ألعاب القوى البحرينية بعد فوز العداء لشاندولا بالمركز الأول في ماراثون بوينس آيرس الدولي الذي أقيم بالأرجنتين بعدما أنهت السباق في زمن 2:39.14 متفوقة على نخبة من أبرز العداءات من مختلف دول العالم. وأشار سموه إلى أن هذه النتيجة المشرفة تعكس الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة من لدن جلالته، لتؤكد مملكة البحرين مكانها من خلال تواجدها على منصات التتويج بمختلف المحافل والمشاركات الرياضية. كما هنأ سموه الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتتويج مملكة البحرين بإنجاز رياضي جديد، والذي لم يكن قد يتحقق لولا الخطط والبرامج التي وضعت من القيادة الحكيمة والتي تسعى دائما إلى النهوض بالحركة الشبابية والرياضية بالمملكة والمنفذة من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك كون سموه حريصا على الوقوف بجانب كافة المنتخبات الوطنية لتشريف مملكة البحرين في مختلف المشاركات الخارجية. واعتبر سموه الإنجاز الذي حققته العداء لشاندولا هو انعكاس حقيقي للمكانة المرموقة التي باتت تحتلها رياضة ألعاب القوى على جميع الأصعدة لتواصل مسيرة الإنجاز والنجاحات، مشيرا سموه إلى أن احتكار العدائين البحرينيين للمراكز الأولى في سباقات الماراثون يعد بمثابة شهادة اعتراف جديدة بمدى ما تتمتع به الرياضة من عناصر متميزة قادرة على حمل راية الوطن وتشريفها بكافة المحافل، وهي دليل واضح على تميز عدائي وعداءات مملكة البحرين. وأضاف سموه أن إنجاز العداء لشاندولا يعكس بوضوح التطور المتنامي الذي تعيشه ألعاب القوى البحرينية، مشيدا سموه بالمستويات المتميزة التي أظهرتها العداء وما تحلت به من روح التفاني والإخلاص لتشريف وطنها خير تشريف في هذا المحفل الوطني، متمنيا لها ولباقي العدائين والعداءات المزيد من التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة.